السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية فضلاً وليس أمراً، لا تنسوا الاشتراك على القناة لدعمنا كي نستمر معكم إن شاء الله، وكذلك لا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. اليوم سنتعرف على بعض القطع النقلية المغربية القديمة إن شاء الله. كما ترون هذه بعض القطع النقدية القديمة. سنبدأ بهذه القطعة أولا، كما ترون 1 فرنك، المملكة المحمدية الشريفة، وهو سنة 1951، موافق 1370 هجرية. وكذلك معنا 2 فرنك، سنة 1951، موافق 1370 هجرية. وكذلك معنا قطعة نقدية من 10 فرنك، وهو عام 1366، المملكة المحمدية الشريفة كذلك. عشر فرنكات عام 1371. وكذلك معنا 1 درهم، سنة 1960، موافق 1380. وهي تمثل حقبة الملك الراحل محمد الخامس. كذلك معنا 1 درهم، سنة 1969، موافق 1389 هجرية. وهي تتوسطها صورة الملك الراحل الحسن الثاني.
وهذه الدرهم كانت معروفة عند المغاربة بالدرهم أو بالدرهم الجرافات. كما ترون، خلافا عن الدرهم المعروف عندنا الآن، الفرق في ربطة العنق. وكذلك معنا 5 فرنكات المملكة المحمدية الشريفة، وهي عام 1365. كذلك معنا 2 فرنك المملكة المحمدية الشريفة عام 1945 موافق 1364 هجرية. وهذه 5 دراهم سنة 1965 موافق 1384 هجرية، تتوسطها صورة الملك الراحل الحسن الثاني، وهي صورة شبيهة بالصورة الموجودة هو المطبوعة على 1 درهم. قطعة نقدية من 5 دراهم تتوسطها صورة الراحل الحسن الثاني، وهي لسنة 1980 موافق 1400 هجرية. كذلك معنا قطعة نقدية من 5 دراهم لسنة 1987 موافق 1407. كذلك معنا قطعة من فئة 5 سنتيمات، وهي سنة 1987 موافق 1407 هجرية،
وهذه القطعة ما يعرف بالريال ديال السبولة.